ومن بعد تقول فوطات الناس خرجوا دي ديبيوتي، معليش الناس كاع على بالهم. لا لا دونك ميم لي زيليكسيون هذه ميم خبار كي تحل نتايا، لان الديمقراطيه دي فوا ما تجيبلكش حاجه مليحه. دي فوا الديمقراطيه تجيبلك دي جون ما تستناش. في امريكا قالوا لك الديمقراطيه جابت لنا ترامب، في اوكرانيا جابوا لهم ان كلون. دونك دي فوا لا ديموكراسي هذيك ما تجيبلكش واش تبغي نتايا. دونك انا بغيت نولي النظريه هذه بلي ممسي لو فيس نجح، ولكن هناك عوامل كثيره. الاداره هي اللي سيرت الحزب هذا. شكون قال بلي قاسم مرباح ما بغاش يوليو هذوك للسلطه، بغى يستعملهم، لكن الحيله والذكاء تاعهم والسوتيان من الموند في بريطانيا يحلوا شكاره يجمعوا دراهم، ومن بعد الدراهم هذوك ما يبانوش في جوامع كاع تاع لا بلجيك تاع فرنسا ايتو، يبعثوا لك السلاح والنيوز بيبر جران تاع بريطانيا يضربوا. عندهم ان بوا. دونك لونترانمون اللي اونترانيو في 86 حتى 90 وجدوا رواحتهم ولاو من افغانستان. دونك تشوف كاع العوامل هذو، تشوف بلي هذو الناس هذو كانوا مدربين للحرب. دونك نديوها ولا الحرب. اوكي ناضوا اللي ناضوا حبسوهم. دونك دخلنا في هذيك الحاله، ومن بعد نشوف مثلا راديو ام تهضر على الملتي بارتيزم. هو جاب ثلاثه تاع لي بارتي. البروبليم سيكو الملتي بارتيزم اللي راك تهضر عنه حنايا الجيري راهي تقلد البلدان الاخرى، بصح ما تعرفش كيف تابليكي هذيك لا ديموكراسي هذيك والملتي بارتيز. نعرفوا فقط ملتي بارتيز لا ديموكراسي من يقول واش حب، خلاص ما كاش لي ليميت، ما كاش لي باوندري، ما كاش يعني هكذا وين لازم تحبس. دونك هو ينفيتي دي جون اللي راهم داخل البارتي ولا داخل السيركل هذا تاعو، وبعد يقول لك واش جبتنا الملتي بارتيزم. دونك هذا الملتي بارتيزم جبنا الفيس وكاع الناس اللي خرجوا دي زان كابابل، باسكو الجيري حطات لهم لي زاغريمون تو لي بارتي بوليتيك، سي دي زاماتور ما يعرفوش، خرجوا كاع من الحزب الواحد، كاين اللي يعرف كاين اللي ما يعرفش. دونك الدوله بغات تشوف لا كولور، كل واحد قول لي شكون انت، لان كاع راهم في الملتي بارتيز في لو بارتي يونيك. دونك باش انت كل واحد تعطي له الكوطا تاعو، تشوف شحال من هادو، شحال الناسيوناليست، شحال الاستئصاليين، شحال من لي ماركسيست، شحال كل واحد تشوف. دونك لي ماركسيست بغيت نقول لي جو هادوك تاع لي دروا دو لوم ايتو، يديرو دايما النش. ومن بعد كي فرقتهم كاع الدوله كل ام يديروا النش بصح تلاقاو كاع في الحبس. دونك يقول لك مثلا كل واحد يقول لك تلاقيت مع هذا، سي دي جو مختلفين في الايديولوجي تاعهم مع انهم ناضوا في الحزب الواحد، ولكن الايديولوجيا تختلف، يمارسون نفس السياسه، تعلم نفس السياسه، لا تيرمينولوجي ولا الكونسيبت كيفاه ندير السياسه تعلموا في الحزب الواحد. بصح كي دخلنا في 89 عطات الدولة القانون لكل واحد، بتات هاديك ستينيرور. تقولي كيفاش ستينيرور؟ على ما نتحرش. شوف مثلا لاشين، اسكو نتايا تخمم باش تنشئ حزب ولا تنشئ ان سوسيتي؟ دونك كل هناك بلدان تقدمت بحزب واحد. دونك الى ندورو 30 سنة
ضيعنا الوقت، ومن بعد هذوك الفاشلين حتى واحد ما يحبهم، حتى واحد ما يدير عندهم، يا با سيمباتيزون. واش كريات الدولة؟ كريات لا بيروكراسي، كريات لي زوليغارك، كريات دي جون اللي ما يعرفوش السياسة، دخلوا فقط باش يمتصوا من الدولة، دي مينيستر دي سيناتور. الدولة هذوك عبء على الدولة. دونك لو كان خلات الحزب الواحد باين، دونك ولينا الى قضية الحزب الواحد. اليوم دورنا 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 حلينا الابواب، وبعد الناس يقول لك انا ندير من المجلة تاعي وما عندوش الفينونسمون، الدولة راهي تفينونسي فيه. صافي، قبل 89 كانت الدولة هي اللي تحكم كاع في الصحف. حلينا الابواب، كل واحد خلق الصحافه تاعو. دونك الا ما تعطيلوش انت تشيبا هذيك تاع لانيب، يروح يجيب لك تشيبا من لترونجي، يولي ان اجون تاع الخارج. دونك الدوله تقول لك ما انا يا هناك دي جورناليست سيتو نحكمهم، نخلص لهم الاشهار تاعهم. ولكن شتيم بيتيز هذه، لان خرجت من الاحاديه هذيك 35 سنه، وليت بلي حكمت كاع الصحافه. صافي شي كيف كيف، على خلقت نتايا دي برونج هكذا، خليهم وحدهم، ولا الناس اللي ما تقدرش اخويا ما تقدرش، ولا البارتي بوليتيك اللي ياخذ دي سبونسيون من الدوله ما تقدرش، ما تخدمش السياسه. دونك على درت هكذا الحوصله هذه، لان واحد يهضر لك يقول لك واش ربحنا من الملتي بارتيز، والثاني يقول لك حنايا خرجنا هذاك الناس خرجوا من لا سوسيتي. ايه سيتو كيما نقولوا سي كونتيتي انسينيفيونت، صغيره من لا سوسيتي. علاه استعملوا؟ استعملوا الدين الجزائري لا ماجوريتي، قال لك بالك يجيبوا لنا. دوك نتايا استعملت الدين في وقت وين كاين الازمه الاقتصاديه، الناس راهي مدمرة على الحكومة، الحكومة النص الليبراليين بغاو يحلوا الأبواب على فرنسا على أمريكا باش يدخلوا، باش ندخلوا إلى مرحلة الرأسمالية، ونلقاو أناس متشبثين بالاشتراكية اللي مدتنا الوالو، ما بيننا أسكرنا رأسمالية ولا اشتراكية. وبعد تلقى ناس واحد اخرين اللي يشوفوا باللي الاشتراكيه هي ماركسيه، دونك ناضولك يقول لك هذو اعداء الله، ما يشوفش واش يعاون بلاده. اي لك وين 89 واش جابنا؟ دونك ما درناش لا فيديو على 5 اكتوبر 88، ولكن اللي ماتوا الله يرحمهم. وبعد يقول في راديو ام اسكو لازم دائما باش يكون ان شونجمون لازم يكون الدم. دونك تشوف البلدان الاخرى مثل الصين، او عندك دي ليميت بصح وعندهم كلش. شوف الانفراستركتور تاعهم نيتو، الديكتاتوريه يقول لك ما ترميش الوساخ، ما ترميش الوساخ. عندك قانون تجي مثلا 8 اصبع، تجي 8 اصبع. دونك لانارشي توتال هذه بيان سور تحل الابواب، يقول لك انا ندير واش بغيتو. حلينا الابواب بور دي بوليتيسيان انكومبيتون باش يخرقوا احزاب سياسيه هما ما يعرفوا والو، ما مسي خرجوا من هذاك الحزب العتيق. دونك دي جون اللي حاكمين تبوني يقولها، يقولها بكري كانوا سي دي فونكسيونير. تكون في الحزب يبعث لك دير مثلا اون فونكسيون، ديرها في الدوله، ومن بعد ما تنجحش يحط واحد اخر دونك، او تتبدل. ومن بعد نتايا تخلي دي جون هكذا مثلا اليوم الملتي بارتيزم لي زابيسي، كل واحد من كل اللون يبلوكيو لابيسي، يبلوكيو لا دايره، يبلوكيو لا ولايه، على لي زانتيري تاعهم ما راهيش متجهة إلى نفس المسار. انت
قبل ما ترمي اناس يروحوا هكذا لوسيون، ترمي اناس يعوموا، لازم تعلم لهم لا ناطاسيون. ما حليناش ابواب باش الناس تتعلم السياسه، المواطنه. ما تخرجت انت من الظلام، بغيت انايا جرنان، بغيت مجله، بغيت بارتي، من بعد الدوله بدات تسربي، ولينا عندنا 120 بارتي بوليتيك، ومن بعد 60، من بعد هكذا، ومن بعد الدوله راهي تخدم هذيك القوانين، بوتفليقه نحل سوبفونسيون، ومن بعد هذوك القوانين اللي ما عندكش 5% ما تقدرش. دونك هذيك قانون اسفيكسي هذوك لي بارتي بوليتيك تاع الحقيبه، 15 واحد يخلق بارتي بوليتيك، وفي 15 واحد هادو كيما مسيو رشيد النقاز حط خوه وهذا تاع لا فامي كاع. دونك مازال ما وصلناش لا ماتوريتي هذيك بوليتيك باش نخلقوا دي بارتي بوليتيك نتعلموا ايتو، ميم سي نوليو للمجال نخدمو. شوف لي بارتي بوليتيك اليوم بيناتهم ما يقدرش من بعد يجمع 50 سينياتور، تجمعوا كاع لي بارتي بوليتيك 35 بيرسوناليتي، ما يقدروش يقول لك اي واحد باش يمشي الاوضاع في الجزائر. دونك الانسداد هذاك وقع واش وقع. دونك باش تقول نتايا الملتي بارتيزم اسكو جابنا حاجه ولا ما جابنا والو، ولا لو ملتي بارتيزم جابنا العشريه السوداء، هاي ليك جابنا اناس اللي اليوم عندهم لا رانكون ضد الدوله، ولادهم ولاد ولادهم الاحفاد تاعهم اللي يخمم باللي جدو ولا باباه نحات له الدوله حاجه، وبعد يبلوكي لك تو، يبلوكي لك الناس اللي راهي عايشه في طونجي، هما اولاد واحفاد الارهاب، ولاو بثوب جديد، هم داروا قناة فضائية، هم داروا حزب سياسي، هم داروا هكذا يدخلوا لك أهلك. الملتي بارتيزم واش جاب لك؟ ومن بعد يقول لك على 1999 الانتخابات هذوك المترشحين الستة هذوك جبدوا رواحتهم، بقى بوتفليقة وحده. دونك نتايا خمم وحدك، درت لا كومباني الكترال وديت دراهم ودرت الزردة درت كلش، دقيقة تقول بلي لا كوريبسيون من منا، إيه لازم انت توجد روحك. دائما رانا نقولو كيفاه توجد روحك باش تدخل لي زيليكسيون، إلا حشاوها لك انت عندك 23 مليون ناخب ما تقدرش تسير بلاد. هذه تاع لي زيليكسيون سي اون اكسبيريونس، هذيك تيست يشوفوك اسكو امتحان اسكو تقدر انت تسير البلاد. الا حشاها لك واحد نوتر بوليتيسيان صافي ما تقدرش انت تسير البلاد اللي فيها لارمي اللي فيها دي سانتيري افيك دوتر بيي، يدخلوا لك دوتر جواسيس ايتو يقلبوا لك الحاله، ما تقدرش تسير البلاد. دونك سيرها المحنك اللي كان احسن منكم. دونك هذوك اللي جبدوا رواحتهم، وانا كنت مع حمروش، دونك هذوك الاناس، هذوك الاناس جبدوا رواحتهم لقاو رواحتهم واش ما خدمت ما والو. دونك خرجت من العشريه السوداء، ومن بعد عندك كيما نقولوا لا بوسيبيليتي تسقم واش صرا في 10 سنين، وبعد تجبد راح تقول لي لا 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 لازم انت كومبرومايز دي فوا، لازم تسمح شويه من حقك من اجل الدوله هكذا. دونك لا ميم تاكتيك وداروها في سانت جيديو، جمعوا كاع لي ميم جون مع الاسلامويين، ما ربحوش، ما قدروش يدخلونا بالجهاد الغربيه، ومن بعد يعكروا موقف وين الجزائر راحت باش دير دي زيليكسيون، يبلوكيوك الحاله. دونك بوتفليقه مثلا كمل
دونك كمل عينك انت الماتش ما بغيتش تحضر، اي فورفي اللي كان ثم اداها. دونك انت تقول مثلا هذه بزاف لي نوت، هو هضر ساعتين وانا ما شفتش ساعتين. دونك ايه دي فوا لا ديموكراسي هادي ما تمشيش، ما تمشيش دي فوا لا ديموكراسي. تشوف انت الانتيري تاع بلادك. دونك نقفزو الى انوتر تشابتر، نديها في فيديو واحد اخر.